أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذه الأسبوع من برنامج كيبورد، والتي نتابع فيها ما تكتبونه من آراء على صفحاتكم الشخصية، فأهلا وسهلا بكم. ستشاهدون في هذه الحلقة تعز تسقط أول جدران الحصار وتعود للحياة بعد محاولة خنقها، نشطاء يمنيون يدشنون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، أما في تاتش في بريطانيا روبورت يوصل الطلبات للمنازل عبر تطبيق هاتفي. كل هذا والمزيد في كيبورد، فابقوا معنا. هذا الأسبوع كان مليئاً بالأخبار السعيدة والتي تنفس في ظلها أخيراً اليمنيين السعداء، خاصة أبناء تعز. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت أخيراً من فك جزء للحصار عن المدينة، واستعادت الجبهة الغربية أخيراً، وفتحت بذلك معبر الدحي الذي كان مغلقاً من قبل الميليشيا ولا يسمح منها حتى لإدخال المواد الأساسية والضرورية للمواطنين في تعز. ولكي تعرفوا أهمية هذا المعبر استمعوا لهذه المرأة من تعز ماذا تقول عنه، نتابع. كانت تراق كرامة أبناء تعز، هنا كان يقف أصحاب المعابر السجانين، هنا كانوا يوجهون سهما من أعلى هذه العمارة، من ذلك المدرس كانوا يوجهون سلعهم، هنا كانت تضرب الرصاص بين أرجل أبناء تعز، هنا كانت تراق الكرامة، تهان الكرامة. رجال المقاومة الشعبية أعادوا لأبناء تعز كرامتهم، رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني أعادوا لأبناء تعز كرامتهم. هنا كم بكت أعين، هنا كم حزنت أنفس، هنا كم قلوب تألمت، كم أنفس ذلت، كم أهينت، كم أريقت هنا كرامة أبناء تعز. من لم يحضر إلى معبر الدحي لم يعرف ما معنى حصار أبناء تعز. من لم يعبر من هذه المنطقة، من لم يمضي في هذه المنطقة ويمشي بأرجله لم يعرف ما معنى الحصار. هنا أهينت. والآن سننتقل للمنشورات التي كتبها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحرير جزئي لتعز، ونبدأه من محمد التويجي والذي نقل بصور مباشرة ملامح الانتصار والتحرير من بير باشا، فكتب محمد كتب: من بقايا الحرب يظهر الفرح، ومن آلة الموت نصنع الحياة، رغم أنها أخافته حين كان يسمع صوتها أثناء انطلاقتها، إلا أنه أصر أن يجمعها ليلعب بها. الصورة في بير باشا بعد ساعتين من تحريرها، طفل يجمع طلقات الرصاص الفارغة. أما أكرم الشوافي فكتب أكرم الشوافي كتب: اللهم لك الحمد، شكرا لكم يا أبطال تعز، فاجأتم العالم بصبركم وصمودكم، وها أنتم اليوم تجعلون الحوافيش يفرون مهرولين من ذات الطريق التي هرولوا منها إلى مدينتكم قبيل عام بشاصاتهم وسلاحهم وعدتهم وعتادهم، ولكن مع فارق كبير منهزمين مذلولين يجرون أذيال الخزي والعار الذي ستلعنهم بها الأجيال القادمة. أقبل أقدامكم أيها الأبطال، بكم ستنتصر تعز، جمعتكم انتصارات. الصورة من بير باشا لحظة تطهيرها من الميليشيا واستقبال المواطنين لأبطال المقاومة والجيش الوطني. وعلى ذكر بير باشا، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد تحرير الجبهة الغربية لتعز مقطع فيديو من أغنية يجري تحضيرها حاليا لتوصل بعض مظاهر الفرحة من هذا التحرير، نتابع.
الشاعر أحمد أبو ناصر. نودي هذه الأغنية إلى كل الجبهات الحالمة تعز، وإلى كل رجالة وفاء، وعلى رأسهم القائد حمود سعيد المفلاكي. صالح الحقيب كتب أيضا عن انتصار تعز وقال: ليس غريبا على تعز الانتصار، تعز انتصرت وطنيا منذ أن وجدت، تعز التي لولاها لظل الإنسان غير قادر على التعرف على ذاته وكيانه الوطني، كانت دائما تحمل الألم والأمل على الكتف، وحيدة تشرق أملا في عتمة حالكة، تعز مهبط الوعي التحرري، تعز مهبط كل قيم الإنسان الحر والسوي، وهي المدينة التي وقفت مع الكل وظلمت من الكل لأن غايتها وطنية بحتة. فلتشرقي دوما يا مدينة السماء والأرض والكون أجمع، يا مدينة صلت في ضحى تاريخ، يا غيثنا المؤبد غيث يروي ظمأ الأحرار في كل سمو وفن، تعز كثيرة وكبيرة، تعز باتساع أحلامنا، أنا من تعز التي لولاها لما قرأنا مجلة أو كتاب. أما إبراهيم الجبري فكتب: تعز تستحق أن تفرح، وستفرح قريبا بإذن الله بتحررها من جحافل السيل والجرب الحوث مخلوعية، وتعز ستقف مع مقاومتها، وستفرح بطريقتها الرائعة والمسالمة، وستخرج بكل مكوناتها وشبابها لترفع الأعلام الوطنية في ساحات وشوارع تعز المبتهجة بما تحقق من انتصارات سامقة في جبهتها الغربية وفي كل الجبهات إن شاء الله، لكنها لن تكرر أخطاء الفرحة السابقة، ولن تمنح المتربصين بها وبمقاومتها المستبسلة فرصة العودة إلى مربع السيطرة الإعلامية وتشويه دورها النضالي في تعز وفي كل رقعة ثائرة ضد أعداء الله والحياة. تعز تشكر التحالف والقيادة الشرعية وشرفاء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. سننتقل الآن لمشاهدة أغنية أيضا عن انتصار تعز، متابع. اقسام الامامه كالرياح، الله
بعد أيام قليلة من تحرير منفذ الدحي بدأ الناس هناك بنشر صور ومنشورات عما بعد تحرير المنفذ وكيف هي الحياة بعد الانتصار. توفيق الحميدي كتب: عودة الحياة لمدينة تعز بعد يوم واحد من تطهير أجزاء كبيرة منها، يقدم رسالة واحدة للعالم، إن الثورة وثقافة المدنية روح تنبض بالحياة وغيثا أينما حل نفع، بعكس العصابات وثقافات الموت التي تعني الموت وريحان فيها عذاب شديد تدمر كل شيء جميل في طريقها. المقاومة روح الحياة. أما بلال مغرم فكتب بطريقة ساخرة عما بعد فك الحصار بشكل جزئي عن تعز وقال: اتخيلوا البشاعة لما يحدث اليوم في تعز، الكيلو الطماط ب200 ريال ونزل من 600 ريال، الكيلو البطاط ب250 ريال وكان ب600 ريال ومعدوم، الويت الماء ب2000 ريال وكان ما تقدر تحصله إلا بوساطة، ظهور الزبادي لأول مرة في البقالات، معظم الطلاب تتجه إلى المدارس لتفقدها وتبحث عن إمكانية مواصلة الدراسة، بعض المستشفيات تلقت الدعم الطبي وفتحت أبوابها لاستقبال الجرحى والمرضى، القالب الثلج ب1500 ريال بعد أن كان سعره يصل إلى 11000 ريال. وعلى ذكر الطريقة الساخرة واستخدام الكوميديا لإيصال رسائل للجمهور، لابد لنا هنا من ذكر المبدع زكريا الربع وعمله الجديد حول انتصار تعز أيضا. تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم، موجز لأهم الأنباء من قناة المسيرة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. تداولت وسائل إعلام محلية ودولية عميلة ومرتزقة ومنحطة وصهيو أمريكية خبرا مفاده بأن الدواعش والمرتزقة قد دحروا لجاننا الشعبية من محافظة تعز. قناة المسيرة وللصدق الكلمة، وكما عودناكم ينضم إلينا مباشرة من محافظة تعز مراسلنا دحان. دحان، أطلعنا على ما جرى ويجري في هذه الأثناء. نعم أخي زيد، أنا أسمعك الآن، هل تسمعني؟ نعم نعم أسمعك دحان، تفضل. حلو جدا. ما حصل اليوم بتناقلت وسائل الإعلام عاري عن الصحة، كل ما حصل مجرد مبرقعات إعلامية ليس أكثر وليس إلا لهؤلاء المرتزقة. ما حدث بالتحديد، أنا أكلمك الآن في أرض المعركة وأنا مطل الآن في الاتجاه اليمين هذا على منطقة عسير، في الاتجاه الثاني التواهي هنا، والله أعلم هو هذا التواهي أراه الآن. كل الأخبار التي تناقلوها ليس لها أي دلالة وليس لها أي صحة. نحن هنا نقاوم في الميدان ولا زلنا سيطرنا قبل قليل على 4 تبات و6 جبال و5 محافظات داخل تعز، كنت أنا موجود داخل تعز وسيطرنا 5 إلى قبل الظهر اليوم. نشطاء يمنيون قاموا بتدشين حملة على تويتر والفيسبوك يدعون فيها لإعلان جماعة الحوثي منظمة إرهابية، حيث بدأ بالأسبوع الماضي الناشطون بعمل حملة كبيرة لدعوة العالم إلى إعلان ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية على غرار إعلان حزب الله في لبنان منظمة إرهابية. وإذا ما حدث إعلان جماعة الحوثي منظمة إرهابية فهذا يعني تجميد أموال من ينتمون إليها بكل مكان في العالم ومنعهم من السفر وملاحقتهم دولياً. كسياسة بديلة تهدف إلى مقاومة الحرب بالفن، قامت مؤسسة بيسمنت الثقافية بتصوير عمل أسمته شظايا لإيصال المعاناة التي تصنعها الحرب في اليمن دون التطرق إلى الأسباب أو النتائج السياسية. تصوير الألم الممتزج بالأمل كان هدفهم باستخدام الصورة واللون والكلمة والموسيقى.
الوصلة الموسيقية من تأليف ضياء شرف وعصام قاسم، وعزف الكمان عصام قاسم، والجيتار أحمد حسين، والبيانو صابر بمطرف، والعود سلطان العزعزي، والفيديو إخراج وتصوير مجد فؤاد. نتابع معكم مقطع من هذا الفيديو. بهذا الفيديو نختتم فقرة أبديت، فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. هذه المرة في فقرة الشيفت وضعنا لكم على صفحة برنامجنا في الفيسبوك صورة مؤلمة تتحدث عن المستقبل المجهول الذي يتربص بالطفولة في ظل الحرب، وطلبنا منكم التعليق عليها. سنقرأ الآن لكم بعض من هذه التعليقات، ونبدأها من مياح الشميري. مياح كتب: جميع الأطفال لهم الحق في الحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، إلا أن آلاف الأطفال في اليمن في ظل حكم الميليشيات الحوثية يعانون يوميا من العنف والاستغلال والإيذاء. أما محمد كتب: الصورة لها أبعاد كثيرة، سأقوم بوصفها من الجانب الإيجابي. إن البيئة المحتضنة للأطفال تعكس مدى تأثيرها بالطفل، فعلى سبيل المثال هذه الصورة لو تخيلنا أن البيئة علمية وثقافية وفيها ما يحب أن يناله الطفل من حقوق وتعليم وصحة وإنهاء الحروب والصراعات السياسية لما كنا شاهدنا هذه الصورة، ولكنها بطبيعتها تبدو فيها براءة الطفل. ننتقل الآن إلى تعليق صديقنا أسامة الفهيدي والذي كتب: الحرب عندما تخوض في أي بلد أكيد لا يضعون في الحسبان كل شيء، ومن ضمنهم الأطفال. هؤلاء إشراقة المستقبل، إذا غابوا غاب الوطن معهم ويكون مظلما وناقصا. الحروب ليست محصورة فقط في أصوات القنابل والمدافع والرصاص، وليست فقط في إطلاق الصواريخ من الطائرات، وليست فقط في القتل المباشر والتدمير، بل هناك تأثيرات أخرى نلمسها حينما تهدأ ثورة الحرب قليلا. إنها الشلل الداخلي الذي يصيب كل مرفق في الإنسان ومن ثم البلد. إنها الجانب الآخر من الحرب ذات التأثير النفسي المدمر الذي يحاصر الفرد في نفسه ويمنعه من الانطلاق، واصلا إلى مختلف الفئات العمرية دون استثناء، وتحديدا الأطفال الذين لا حول ولا قوة ولا إرادة لهم. يتعرضون للكثير من الصدمات النفسية الناتجة من هذه الحرب، التي إن أعطيناها وصفا قريب لها نقول هي تلك المعصرة التي تقطر نقطة نقطة في انتظار ممل لا نهاية له. أما شعيب القديمي فكتب:
في اليمن لا يكاد يمر يوم إلا ويسقط فيه طفل ما بين قتيل أو جريح منذ قرابة عام تقريبا، وهو عام انقلاب الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح على الشرعية الدستورية. وليس القتل وحده ما يواجه الأطفال اليمن المضطهدون، بل إلى جانب كونهم عرضة بشكل مستمر للموت بآلة القتل التي تستخدمها الأطراف المتصارعة، يعاني أطفال اليمن من تدهور مريع في الصحة النفسية، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية اللازمة في ظل التدمير الواسع الذي تعرض له القطاع الصحي، وكذلك تدهور الحالة المعيشية لقرابة 20 مليون يمني جراء الحرب، وهو الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على شريحة الأطفال باعتبارها الشريحة الأكثر احتياجا للتغذية المناسبة والرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن الخدمات الأخرى المناسبة. وننتقل الآن إلى آخر تعليق لأسد الدين البازلي الذي كتب: الناشئة الصغار لا يدركون إلا ما يرون ويسمعون من الآباء والأمهات والإخوة والمعلمين وما يمليه عليهم المجتمع من حولهم، وما أملأ عليهم مجتمعهم هذا الأيام إلى الحرب، فأصبحت هذه الأشياء ألعابهم المفضلة. بتعليق أسد الدين البازلي نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة الشيفت. ننتقل الآن إلى فقرة ديليت. تتواصل معاناة اليمنيين سواء كانوا في الداخل أو الخارج، فمن يحاولون الخروج من اليمن والنجاة بأنفسهم يعجزون عن ذلك. تابعوا هذه الصورة أولا والتي اخترناها لفقرة ديليت، وسنتحدث عنها لنخبركم السبب، لكن بعد أن تشاهدوها شاهدوها. الصورة هذه اليمنيين عالقين في منفذ الوديعة، أكثر من 50 أسرة عالقة هناك، فالعاجزون عن حل إشكالية منفذ الوديعة هم أكثر عجزا عن حل إشكالية اليمن الكبرى بتحريره واستعادته من مختطفيه. ننتقل الآن إلى فقرة تاتش. في فقرة تاتش هذا الأسبوع أعددنا لكم تقرير حول رجل آلي لأول مرة في بريطانيا يوصل الطلبات للمنزل عن طريق اتصال هاتفي فقط، وهو ريبورت تستخدمه شركة ستارشيب بموافقة السلطات المحلية في بريطانيا كفترة تجربة لهذا الريبورت. للمزيد تابعوا هذا التقرير. بريطانيا تسعى حاليا لاستخدام ريبورت، وذلك لإيصال البضائع إلى الزبائن عبر رجل آلي مزود بتقنية الهاتف الجوال وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية. شركة ستارشيب للتكنولوجيا حصلت على موافقة السلطات المحلية لتجربة أول رجل آلي يوصل الطلبات إلى الزبائن. الرجل الآلي مزود بست عجلات إضافة إلى تسع كاميرات تحيطه لتنقل الصورة إلى المشغلين. الرجل الآلي صديق للبيئة ويعمل بالبطاريات الجافة، وعند وصوله إلى الزبون فإنه لا يقرع الباب، بل يرسل رسالة نصية لاستقبال الطلبية. تقدر تكلفة الرحلة الواحدة عبر ريبورت الميل الواحد بأقل من جنيه، ما يعادل $1.43، وهو سعر مناسب لهذه التقنية الحديثة التي تسمح لك وعبر تطبيق بسيط طلب ودفع واستقبال طلبيتك عند الباب. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد. كيبورد ينقل ما تكتبونه أنتم على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك لا تنسوا دعم صفحتنا على الفيسبوك، وهذه هي الصفحة. نلقاكم في حلقات جديدة. إلى اللقاء.